رحب بحضرتك معانا في بيتك. اهلا بيكم. طبعا بيقال على السوشيال ميديا ان انت ملكة الجمال والموضة، ربنا يخليكي. فكلميني لو السوشيال ميديا بتقول كده انا بحبها. ميرسي. لو بتقول كده انا ما سمعتش كده بس تمام. بيقولوا كده. طيب عايزين طبعا انت طول الوقت ترند او معظم الوقت ترند، ايه اكتر ترند كان اقرب لقلبك وايه اكتر ترند زعلك؟ اقرب لقلبي وايه حاجه زعلتني؟ لا مفيش حاجه بتزعلني على فكره، يعني السوشيال ميديا دي ما حاجه فيك، يعني دي حاجه مش حقيقيه، فمش مش هصدق حاجه مش حقيقيه. طيب ايه اقرب ترند ليكي لما بقيتي مشهوره بفساتينك الجميله اللي بتطرقع على اي ريت كارب تاني كده؟ ايه اقرب ترند انت حبيتيه بسبب فساتينك اللي دايما هي محور حديث الناس على اي ريت كارب؟ انا بس بستغرب، يعني انا بقالي كتير قوي، مش هقول لك كام سنه بشتغل وعندي اعمال ناجحه كتير قوي قوي قوي، بقالي اكتر من 20 سنه هم سابوا كل الاعمال ومسكوا في الفساتين، وتشيز حاجه غريبه يعني، بس تمام لو هم مبسوطين كده تمام. طيب عاوزين نعرف بقى اعمالك في رمضان اللي جاي. لا رمضان لسه ما تحددش بالنسبه لي، بس حاليا بصور فيلمين، التاروت تاليف معتز المفتي واخراج ابرام نشأت، انا وسمية الخشاب وناهد السباعي، وبصور فيلم ملك تأليف وإخراج أيمن الرفاعي وإنتاج أحمد الخربوطي. معروف إن راني مسك في الوسط الفني محبوبة تقريبا من الكل، الحمد لله. مين أقرب فنانة لقلب راني؟ لا ما تقدريش تقولي واحدة، يعني منى زكي بحبها جدا، منى شلبي بحبها جدا، من الناس القريبين مني. غادة عبد الرازق رجعنا تاني نتكلم ونبقى قريبين، فده كانت حاجة لطيفة انه مهما الحياة والشغل بياخدنا لكن في الاخر احنا من الاول وستيل صحاب على المستوى الانساني. مين تانية؟ مش عارفة، خايفة اكون الرجالة. احمد السقا طبعا حبيبي حبيبي جدا، كريم عبد العزيز، ياسر جلال حبيبي جدا، كلهم حبايبي كلهم اصحابي. هل شايفه ان في نقطه معينه انت لسه ما وصلتهاش او ليكي حلم لسه ما حققتيهوش؟ طبعا انا لو بطلت احلم ما اموت، لازم احلم ان بكره احسن، ان بكره احسن، وان انا هقدم حاجات احلى، وان انا هبقى احلى، وكل اللي جاي حلو. الدراما المصريه في الحياه، في الحياه لازم احلم ولازم يبقى عندي امل ولازم ابقى دايما شايفه بكره حلو. في فنان نفسك تشتغلي معاه؟ جورج كلوني. ان شاء الله ربنا يحقق لي ده حلم. او بين افلك، بس بين اتاخد لا وجورج اتاخد برضو، بس يلا معلش مش مشكله ملحوقه يعني. مالك.